هل هناك إعفاء أو دعم مادي لتلقي العلاج؟ نعم، إذا قمت بالتسجيل في الخدمة الصحية الوطنية فيحق لك الإعفاء من الرسوم الطبية لبعض أو كل الخدمات في الحالات التالية: في حالات خاصة من الدخل تتعلق بالعمر أو بالوضعية الاجتماعية، في حال وجود أمراض معينة مزمنة أو نادرة، في حال الإقرار بالإعاقة، في حالات خاصة أخرى، الحمل، التشخيص المبكر لبعض الأورام، الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية. إعفاء الدخل أو العمر أو البطالة: إذا كان عمرك أقل من 6 سنوات أو أكثر من 65 عاماً، فيحق لك الإعفاء من تكاليف الرعاية الصحية حسب العمر، رمز E01. إذا كنت عاطلاً عن العمل أو لديك دخل لا يجاوز 8000 يورو سنوياً، فيمكنك طلب إعفاء لك ولأفراد أسرتك الذين تعولهم، رمز E02. إعفاء المرض: إذا كنت تعاني من مرض مزمن تم تشخيصه، يمكنك الاستفادة من الإعفاءات أو الدعم المادي لشراء بعض الأجهزة الطبية. يتمثل الإعفاء في رمز يتم تخصيصه للمريض يؤهله للانتفاع ببعض الخدمات مجاناً. سيتم إضافة الرمز إلى الوصفات الطبية المتعلقة بالزيارات. إذا اكتشفت أنك مصاب بمرض مزمن مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك، فيحق لك الانتفاع بالإعفاء من الرسوم بالنسبة لجميع الزيارات والاختبارات المتعلقة بمرضك. للإقرار بالإعفاء سيتعين عليك القيام بزيارة متخصصة ليعطيك الطبيب شهادة بإصابتك بذلك المرض. بعد ذلك، لجعل الإعفاء سارياً، سيتعين عليك تسليم هذه الشهادة مباشرة إلى مكتب الإعفاء التابع لمؤسسة الرعاية الصحية التي تتبعها. توجه إلى طبيبك العام أو إلى مكتب المؤسسة الصحية الإقليمية المختص لمعرفة كيفية استكمال الإجراءات، أو توجه إلى شباك متعدد الوظائف مخصص للمواطنين الأجانب لتلقي الدعم والتوجيه.